بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل أعمال هذه القمة أن أرحب بكم متمنياً لكم طيب الإقامة في بلدكم الثاني، متمنياً أن يحقق اجتماعنا هذا أمال وتطلعات مواطني دول المجلس. واستضافة المملكة لهذه القمة تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دول الإمارات العربية المتحدة لسوف ترأس أعمال الدورة 40. ويطول لي بولي هنا أن أعلم عن خالص الشكر والامتنان لأخي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الجهودي اللي ساهمت في نجاح عمل المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول لمعالي الأمين العام الدكتور عبد القادر الزياني على جهوده في بذلها خلال فترة رئاستي، جهودي اللي بدأ خلال فترة رئاستي كما أقدم الثاني لمعالي الدكتور نافع الحجر بمناسبة ترشيح أمين عام للمجلس. سأل المولى عز وجل التوفيق. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لقد تمكن مجلسنا بحمد الله منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات اللي مرت بها المنطقة. منطلقنا اليوم ومنطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام والتعامل بجدية مع برنامج النووي وبرنامج لتطوير الصواريخ البالستية وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المالية وحرية حركة الملح البحرية. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين على رأس الحكومة اليمنية بالتوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد على استمرار التحالف في دعم الشعب والتحالف في دعم الشعب اليمني وحكومته على أهمية الحل السياسي في اليمن وفق مرجعيات الثلاث. والختام أجدد ترحيبي بكم جميعا، رجاء المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذا القمة بالنجاح ويوفقنا جميعا لما أحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.